من فعل أحد هذه المحاوث بعذر، فعلها لعذر، ليش لابس سراويل؟ ما عندي إزار. ليش لابس خفين؟ ما عندي نعال. واضح ولا لا؟ ليش حلقت رأسك؟ قال والله ذبحني القمر مثلا، آذاني رأسي. طيب، وهكذا. المهم أن فعل أحد هذا المحاوث متعمدا لكنه لعذر، فعله متعمدا لعذر. مثل حين بعض الناس يلبس سراويل شو اسمه يكون فيه هذه بزليقة أو شيء كذي، يقول لازم ألبس سراويل فيه بزليقة، هذا عذر. مثلا واحد مثلا يلبس القميص مثلا فيه مرض جلدي مثلا، لازم يلبس القميص، طيب قال لازم تلبس القميص، هذا عذر. فالمهم إذا فعله عامدا عالما لكن لعذر فهذا عليه الفدية وليس عليه إثم.